بص اللي بعده بيقول: مراتي شاطره وقروبه، بتعمل فلوس حلوه قوي من النت، فيديوهات وكده، خربها بقى، خربه بيتي نت وباقات، ولما طلبت منها نتشارك في مصروف النت قالت لي انت ملزم وانا مش ملزمه. السؤال هنا بقى، هو النت على العريس ولا على العروسه؟ هو يحط لك بادجت وهو يقول لك الباقه مثلا بتاعتك ب 100 جنيه ب 200 جنيه، لو خلصتيها انت تدفعي من عندك عشان ده شغلك. ميرسي يا انجي، برافو عليك. زي مثلا لو انت مثلا متجوزه وشغلك بيتطلب، انت رايح جاي برضو على الجواز، مش عارفه ليه. يعني انت متجوز يا سعيد دلوقتي؟ انا لا الحمد لله. طب امال في ايه بتتكلم ليه في سيره؟ لا عندي ولا عندك دلوقتي. ليه مصر قرع ونزهي.